في إطار المجهودات التي تقوم بها، يعني بغينا تخرجوا لتنوير المغاربة حول تملي استيراد ديال الخرفان، لأنه إذا كانت الدولة تعطي 500 درهم لأعلى كل راس تاع الغنم، وإذا كان الثمن كي تيتقال على أنه ثمن الشراء وهو 1800 درهم، فأضعف الإيمان ما خصوش يزيد الثمن ديال الخروف على 1800 درهم. كذلك السيد الوزير، واش كاينة استراتيجية لمراقبة هاد الناس اللي تيستوردوا؟ قال لي كاين، حنا ولاد برا معشرين الفلاحة، أن واحد العدد ديالهم راه تيجيبوا الخرفان وتيسدوا عليهم حتى المورا العيد يبيعوهم، لانه السوق طالب يعني واحد العدد كبير ديال مراد عيد انه يتذبحوا. كذلك السيد الوزير، واش ما وصلناش اننا ندير واحد استراتيجيه وطنيه، وهي اننا ندعموا الخروفات لواحد سنه وسنتين باش يكون عندنا الاكتفاء الذاتي، باش ما نبقاوش كل عام اننا يعني نحاولوا ما امكن اننا نستوردوا. ندعموا الفلاح المغربي البسيط الصغير، كل فلاح صغير نعطيه واحد 10 ولا 10 الخروف، ومن دابا سنة أو سنتين يمكن أننا نتغلبوا على الخسارة. شكرا سيد الوزير. ردكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. أولا هذا الاستيراد كنقولوا استثنائي، السنة الثانية على التوالي في تاريخ ديال المملكة باش كنديروا هذه العملية، لأن علاش؟ لأن الحالة استثنائية ما عمرنا عشناها، أول مرة كنعيشوها بهذه الطريقة. ثانيا هذه القضية ديال 20 مليار و 30 مليار، واش العالم القروي ما كيستاهلش هذا الشيء؟ واش هذوك الفلاحة ما كيستاهلوش؟ أما القضية أنه الفلاح الكبير وهذا راه شي غلط. 7 مليون القنطار اللي توزعت الفلاح الجيد الصغير والمتوسط، هذا الشيء ما كيمكنش يعني نبدلوا الحقائق. ثالثا هذه القضية ديال 4 الناس اللي استفدوا من هذا، أنا خاص تعطيوا لي هذه المعطيات. عندنا 101 اللي تسجل في هذا اللي طلبنا هذا، وكاين لائحه ديالو. دونك خصنا نبقاو واقعيين، ما نبقاوش ها الارقام نتناقشوا. طبعا كاين شي افكار اللي نتفقوا عليها، ولكن ما نبقاوش نقولوا شي مسائل اللي ماشي هي حقيقيه. الوغ ثالثا هذا العدد، علاش بغينا نستوردوا هذا العدد؟ لان هذاك النقص وذاك العدد اللي عطيت لكم ديال النقص هو اللي خاصنا باش نحافظوا على، ما بغيناش نزيدوا اكثر، بغينا نحافظوا على القطيع الوطني باش ما يتذبحش بواحد الحده. دونك جبنا ذاك العدد، هذاك هو الهدف ديالنا، هو 600,000، لان هذاك هو اللي نقصنا من العام اللي داز لهنايا. هذا هو المنهجيه اللي عملنا بها، ماشي شي عمليه اللي غادي نخليوها ولا كنعطيوها لهذا. حنا بغينا يكون عندنا العرض اكبر باش ناثروا على الثمن في الاسواق، وهذا هو الهدف. والشعير والاعلاف المركبه اللي عملتهم الحكومه بتوجيهها ديال جلاله الملك حفظه الله في زوج ديال البرامج مع مراح بسات لحد الان، وهذا الشيء اللي خلى لنا هذا الحاله اليوم. لو كان ما عملناش هذا الشيء، ماشي غايتقول لها غالي، ما غادي تلقاش العرض على الصعيد الوطني. شكرا سيد الرئيس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.